راه بزاف هاد الطواليط هادي ديما تنشوف هاد الديكور هكا ما عرفتش شكون اللي فكر هاد التفكير بعدا باش صايب لهم هاد الطواليط هكا ما قدروش يديروا لها بيبان يديروا لها شي لعيبات تسد شي حاجة تديبلاصا بزاف هادشي هذا شادخال اخوان شي حاجة ما داخلاش العقل هادشي اللي تيديروا فيها اخويا صراحة الله دابا كدوز دابا كدوز كتلقى واحد شي بور قدام الناس غاديين جايين شنو زعما راه تقدمنا حنا راه تأخرنا اخويا درنا قعدة نجلسوا عليها احسن من نديروا هادشي هادشي رهيب هادشي عيب بزاف والله عيب وعار يديروا شي لعيبه تما يديروا شي حاجه تمسترو شي حاجه ولا شي فاليزاج ولا شي شي بلاكه يديروها تما ما يخلوش هاد الدنيا معفنه واللي جا كيشوف يعني كيشوف هذيك الريحه يعني بزاف الناس كيريحوا هنايا بزاف الناس كيريحوا هنا وليدات صغيورين كيشم هذيك الريحه المكرهه يعني ما تبغيها لاولادك ولا اي واحد اي مخلوق في الدنيا بنادم خصو بعدا يعني يمشي لفيسي الطواليط اول حاجه يتستر دابا هذيك تما غير فضيحه اخويا بالرجوله ما نكذبش عليك واش نقول لك يعني المسؤولين اخويا المسؤولين اللي خاصو يديروا هذا الشيء هذا خاص هذا الشيء يغطيو اللي جاك يسميشو هنايا والريحه يعني بزاف الناس ضرات هاد الريحه المكرهه ضرات بزاف الناس اللي جات في هاد البلاصه هادي بين لي زوطيل و لي فواياج بزاف اخويا ما نكذبش عليك يعني خاص هادشي غير ديروا شي لعيبه شي كونتر بلاكيه غير يضرقوا بها الناس يعني اللي بغى يسميشو يقدر الحاجه ديالو هاني ما كاين مشكل لا هو الطلق يعني كلشي يعني البيبلي كله كيشوف يعني الله شنو نقول لك يعني الله يدير تاويد الخير والله يهديهم المسؤولين ديال البلاد يعني راه ما دايرينش الخدمه ديالهم بالرجوله ما نكذبش عليه